وأمثال جدتي النهاردة يعني عن العلاقات شوية. كانت تقول في العلاقات: يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا، يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. وكانت تقول كمان: من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه. من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه. ويا نحلة لا تقرصيني ولا عايزة منك عسل، يا نحلة لا تقرصيني ولا عايزة منك عسل، وشيل ده من ده يرتاح ده عنده. أمثال كتير وكلام كتير، في كل مثل له موقف أكيد كان عندهم. يعني أنا لدرجة بقعد أقول مين اللي كان بيحط الأمثال دي ومين اللي كان بيقول الأمثال دي. أمثال جميلة جدا، وتلاقيها في الحياة موجودة وتتمثل قدامك وبتشوفها بعينك، وفعلا ساعتها تفتكر وتقول على رأي المثل أو على رأي جدتي.